مرة أخرى بنرجع لمثال اللوك أب تيبلز باستخدام الريتيرن والليترال فاليو. الفكرة إنه أنا عادة لما بكون في عندي أري وبروح وبكون في عندي أدرس عادة بنسميها احنا بوينتر لبدايتها. فالعنصر الأول عادة بلغة السي شو بقى تقول؟ إذا العنصر الأول الاندكس تبعه زيرو تقول هذا والله الداتا تبعته في لغة السي. تقول إذا بدك تطبع مثلا العنصر الأول تقول سي أوت ستار البوينتر. الآن إذا بدي العنصر الذي يليه بقول سي أوت ستار البوينتر بلس 1. إذا هذا بكون العنصر الثاني. اللي بعديه بكون سي أوت البوينتر بلس 2 and so on. إذا أنت في عندك عشان تروح على أي عنصر على العنصر الثاني بدك تجمع واحد للبوينتر، على العنصر الثالث بدك تجمع اثنين، لأنه هذه كل عنصر هو ريلاتيف للبداية قديش مزايح عن البداية. البوينتر نفسه الاندكس تبع زيرو، يعني أنا البوينتر نفسه بقول عنه هو الاندكس تبع الصفر. يعني هذا عادة الزيرو اندكس. إذا العنصر الأول إزاحته عن البوينتر بمقدار صفر. العنصر الثاني إزاحته عن البوينتر بمقدار واحد. العنصر الثالث إزاحته عن البوينتر بمقدار اثنين and so on. إذا أنا إذا بدي أحضر عناصر من تيبل، العنصر اللي بدي أحضره هو جزء من هذا التيبل، قد يكون عنصر الصفر، قد يكون عنصر واحد، العنصر اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة إلى آخره. فأنا عادة لما باجي للتيبل في المثال اللي عندي هون، البوينتر تبعي بكون مؤشر على النكست انستركشن، لأنه أنا عندي مثل ما احنا شايفين لما باجي بعمل كول، لما بعمل كول للتيبل هون، لما بعمل كول للتيبل انا راح البروجرام كاونتر الى هذه الانستركشن تبعت الاد، ذهب الى الانستركشن هذه اد وركينج ريجستر للبي سي ال. طيب ما هو مجرد ما احضر هذه الانستركشن، مجرد ما بدا تنفيذها هو اوتوماتيكلي صار ياشر على الانستركشن التاليه. لانه قلنا هذه طبيعه البروجرام كاونتر انه دائما بيهيئ نفسه للانستركشن التالي. فانا تخيل عندي البروجرام كاونتر هو البوينتر تبع بدايه الاري. فشو اللي بنسوي احنا قاعدين؟ احنا قاعدين نجمع قيمه موجوده في الوركينج ريجستر وبنجمعها للبي سي ال. البي سي ال هو مؤشر ضمن البروجرام ميموري. اوكي؟ الان اذا جمعت صفر معناته ظلت في نفس المكان هون. معناها راح يجي ينفذ الانستركشن هذه اللي هي النو اوبريشن. اذا جمعت واحد راح يجي على الانستركشن التالي، هذه لما بكون عندي الازاحه بمقدار واحد. اذا جمعت اثنين بروح على الانستركشن هذه، لانه البروجرام كاونتر هو اللي بياشر على الانستركشن ضمن البروجرام ميموري. فانا لما بضيف للبروجرام كاونتر قيمه من الوركينج ريجستر، والوركينج ريجستر شفنا انه دائما احنا بنحط فيه قيمه البوينتر اللي هو كتبناه هنا بوينتر. احنا بنحط في الوركينج ريجستر بوينتر، وهذا البوينتر مثل ما احنا شايفين كل مره بنعمل له انكريمنت، كل مره بنزيده واحد. فانيشالي هذا البوينتر كانت قيمته صفر. فانا اول مره بعمل كول للتيبل الوركينج ريجستر هذا قيمته صفر. لما ينضاف للبروجرام كاونتر مش راح يتحرك البروجرام كاونتر الى اي نقطه اخرى، وبالتالي راح يجي لهون وينفذ من هون. فاول انستركشن بنفذها نو اوبريشن. نو اوبريشن بيعمل شيء، بنروح للانستركشن التالي بلاقيها ريتيرن. الريتيرن معناته بده يرجع للبرنامج الاصلي. البرنامج الاصلي مجرد ما رجع منه اوكي طبعا بعد الدلي بعد التيبل هون، مجرد ما رجع من التيبل هذه باستخدام الريتيرن انستركشن راح يروح يحط القيمه الموجوده في الوركينج ريجستر على بارت بي. بس احنا شفنا هاي الانستركشن تؤدي الى وضع قيمه في الوركينج ريجستر.
القيمه اللي بحطتها هون هي 2F، فهاي الداتا او اللوك اب تيبل مخزنه في البروجرام ميموري من ضمن الانستركشنز. فانا لما حطيت 2F في الوركينج ريجستر رحت بعدين بعثتها الى البورت بي، فاول قيمه انحطت على البورت بي كانت 2F. اول قيمه انحطت 2F. طيب خلصنا من عمليه وضع البارت بي وعملنا ديلي. الان راح نعمل انكريمنتال بوينتر. البوينتر بلش بقيمه صفر لانه حطينا فيه صفر، فراح يصير قيمته واحد. الان هل القيمه واحد تؤدي الى انها تكون الخانه ثلاثه كلير ولا ست؟ قلنا مثل ما شفنا انه الكاونتر تبعنا 8 بت، وال 8 بت بدها تبلش ب 0 0 0 0 0 0 ثم راح يروح ل 0 0 0 1 بعد اول انكريمنت، ثم راح يروح ل 0 0 0 0 1 0. ثم راح يروح الى 0 0 0 0 0 0 1 0 عفوا 1 1، ثم راح يروح الى 0 0 0 0 0 0 1 0 0. بنلاحظ انه البت رقم 3 اللي هي هاي اللي صارت واحد بتصير واحد بعد اربع مرات من عمليه الانكريمنت. لما نيجي احنا نعمل انكريمنت، عملنا انكريمنت من هون لهون، هاي اول وحده، الثانيه، الثالثة، والرابعة. ففي رابع مرة بعد أربع مرات من عملية الانكريمنت أصبحت الخانة رقم 3 في البوينتر قيمتها واحد. مجرد ما صارت واحد صار الكونديشن هذا ترو. لما بصير الكونديشن ترو نفذ عملية السكيب، ما بنعمل كلير. أوكي؟ لا عفوا. لما بصير واحد بصير الكونديشن فولس، سوري، لأنه هذا سكيب إف كلير. فهي في الاربع مرات الاولى بتكون قيمتها صفر، هذه الخانه هون، خانه هاي اللي هي بت 3. بنلاحظ انها قيمتها صفر 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 صفر، في رابع مره في عمليه الانكريمنت بتصير واحد، فهي سوف تبقى صفرا اربع مرات. في الاربع مرات هذا الكونديشن بكون ترو. لما بكون هذا الكونديشن ترو بنعمل سكيب للانستركشن الكلير. اذا ما بنعمل كلير للبوينتر، البوينتر راح يعد صفر ثم واحد ثم اثنين ثم ثلاث. في المرة الرابعة راح يصير قيمة الكاونتر أربعة، راح يصير البت رقم ثلاثة قيمتها واحد. لما نيجي لهنا ونقول له skip if clear بكون الكونديشن فولس، بقول فولس معناته أنا بدي أنفذ هذه الانستركشن، ما بدي أعمل عنها skip. فالكاونتر البوينتر تبعنا بوينتر راح يرجع إلى الصفر من أول أبو جديد. فإحنا الإزاحة تبعتنا اللي قاعدين بنضيفها البروجرام كاونتر واللي عم تيجي عن طريق الوركينج ريجستر اللي احنا بنهيئه بقيمه البوينتر، هذه القيمه راح تكون 0 1 2 3. في المره الرابعه برجع صفر. اوكي؟ فانا الازاحه اللي قاعد بزيحها كل مره تتغير، مره 0 مره 1 مره 2 مره 3. ففي المرة الأولى لما كانت الإزاحة صفر أنا جيت على النو أوبريشن ما عمل شيء، عمل ريتير ورجع قيمة 2F. في المرة اللي بعديها الإزاحة واحد، فبدل ما يروح على النو أوبريشن راح يروح على الريتيرن هذه وراح يرجع ب2F، لذلك في المرة الثانية راح يرجع كمان أيضا بقيمة 2F. المرة اللي بعديها أنا الإزاحة عندي 2 فراح أروح على الريتيرن 01 فراح يرجع لي قيمة 01 اللي تنحط على البورت بي. المرة الثالثة راح تكون الإزاحة بمقدار 3، 1 عفوا 0 1 2 3 راح تيجي عندي قيمة 8 9. الآن ما في عندي إزاحة بمقدار 4 لأنه مجرد ما صار 4 البوينتر هاي الكلير سوف تنفذ، لأنه الخانة الثالثة راح يصير قيمتها 1 وهذا الكونديشن راح يصير فولس، فبالتالي راح ننفذ الكلير والبوينتر اللي قيمته 4 راح يرجع مرة أخرى إلى الزيرو. إذا الإزاحة الرابعة هذه لن تنفذ. أوكي، لا ما راح يكون في عندي إزاحة رابعة، فقط راح يكون في عندي
الإزاحات صفر وواحد واثنين وثلاث فقط لغاية هون، إزاحة صفر، هاي إزاحة صفر عفوا، إزاحة واحد هون، إزاحة اثنين هون، وإزاحة ثلاثة في الأخير. فأنا في كل مرة قاعد بأخذ قيمة من اللوك أب تيبل. طبعا هاي النو أوبريشن ممكن تعمل كونفيوجن، هي في الأصل أنا اللوك أب تيبل ما بحطها بداية النو أوبريشن، إذا بدي أشتغل كأري صحيحة في الواقع ما في داعي أحط هون النو أوبريشن، هذه بكون الإزاحة صفر أول إنستركشن، هذا بكون القيمة هاي بتكون الإندكس تبعها زيرو. لكن في مثالنا اللي هون هذه كأنها موجودة في أري، كأني أنا مخزن في الأري التو اف مرتين، أوكي، مرة هون ومرة هون بسبب النو أوبريشن اللي عندي. ثم في عندي مثلا 0 1 و 0 و 8 9 إلى آخره. بدنا نعدل على البرنامج هذا يا أخوان بحيث أني أخلي كل العناصر هذه تطلع بالترتيب، والتو اف هذه فقط تظهر مرة واحدة، معناها النو أوبريشن بدك راح تلغيها، الإزاحات راح تبلش من صفر واحد اثنين ثلاث لغاية سبعة، إذا آخر إزاحة راح تحطها من مقدار سبعة. عندي الثمانية البوينتر المفروض يصفر، أوكي، شوف شو الخانة اللي بتصير واحد لما بصير البوينتر قيمته ثمانية، فراح يتعدل على البرنامج شيء بسيط جدا، شيء بسيط جدا راح يتعدل على البرنامج عشان يعمل لك إظهار لهذه الداتا بالترتيب 2F0189B600403 على بورت بي بمقدار ديلي، وخلينا نعدل الديلي بدل 80 ملي سكند الى 100 ملي سكند. كيف ممكن نضيف؟ جرب ضيف نو اوبريشنز مثلا هون، نو اوبريشنز في الانر لوب بحيث انه يزيد عندي التايم. اللي سال وضحت المثال ان شاء الله. دكتور وضح، يعطيك العافيه. الحمد لله دكتور. نعم دكتور، بس في عندي شويه شغله انه البت تيست سكيب في كلير هي بتاشر على البت 4 مش البي من 0 ل 7. احنا هون على وين حاطينها في المثال؟ احنا حاطينها على الثالثه، على الثالثه، على البت 3. على البت 3 هي المفروض يعني لازم على البت 4، عداد 4 البت 3 بتصير قيمتها 1 مضبوط؟ بوينتر 8 بت، 8 بت هذول ببلشوا ب 0000000000. يعني المفروض لما يصير البت رقم 4 1 البت 3 لما يصير الكاونتر قيمته 4، البوينتر لما يصير قيمته 4 بتصير البت 3 قيمته 1. إذا هاي قيم البوينتر، بلش بقيمة الصفر ثم واحد ثم اثنين ثم ثلاث ثم أربعة. البت رقم ثلاث هاي البت، هاي البت عفوا هذا قصدي أنا. أيوه هذا قصدي. Thank you. هذه بت مفروض تكون الرابعة. هذه بت 2 يا أخوان، سوري. هاي بت 2 يعني كل الحسبة بدها تتغير هسه. شكرا لك. هذه بت 0، هذه بت 1، هذه بت 2، وهذه بت 3. بت 3 هون. اذا هذا العداد في الواقع راح يروح عليهم كلياتهم. انا اسف جدا يا شباب، المثال العداد راح عند، يعني صار زي اللي طلبته منكم، صار راح يروح الى، راح يروح العداد 0000001 ما بدها صفر في الأربعة وأنا بديها خمسة ستة سبعة. الآن إمتى راح يصير واحد في العد الثامن؟ Thank you very much. ملاحظتك شديدة، أشكرك. إذن
خليني بس نمسح هذول. أنا من زمان انتبهت لها بس رجعت على الكتاب أتأكد. لا كلامك صحيح، كلامك صحيح، كلامك صحيح. نعمل إريز ل طيب مرة ثانية، القيم اللي راح تكون عندي لغاية آخر قيمة راح تكون 7. خمسة، ستة، 7، 8 بالضبط راح أصير الخانة الثالثة قيمتها 1. فبت 3 عندي هي الخانة هذه بالضبط مثل ما قال زميلكم، هذه بت 3، هذه بت 3، راح أصير 1 في العد الثامن. أوكي، إذا أنا عندي الإزاحة عندي راح تكون 0 1 2 3 4 5 6 7. فهذه الإزاحة 0 هون، هنا الإزاحة 0. أوكي، هنا الإزاحة 1، هنا الإزاحة 2 3 4 5 6 وأخيرا 7. فالقيم التي سوف تظهر لدينا على الاوتبوت للبورت بي راح تكون كالاتي. اذا على بورت بي اللي راح يظهر عندي، راح نحط هنا القيم، راح يظهر عندي 2F اول مره، ثم 2F للمره الثانيه، لانه في المره الاولى انا الازاحه عندي صفر، معناها انا في النو اوبريشن نفسه، النو اوبريشن ما بتعمل شيء، فبروح على الريتيرن هذه. في المرة الثانية مباشرة بروح على الريتيرن، ففي مرتين راح يرجع ب 2F. المرة اللي بعديها راح يرجع ب 01، اللي بعديها راح يرجع ب 89، اللي بعديها راح يرجع ب 6، واللي بعديها راح يرجع ب 00، ثم 40، ثم ب 3. طيب بسبب الخطأ اللي صار في البداية راح أكتب ملاحظة على اليوتيوب أنه في خطأ في الشرح في البداية وأنه تم تصحيح. على كل هذا الذي سوف يظهر على الأوتبوت للبورت بي 2F 2F 01 89 B6 00 40 D3. فهي عندي 1 2 3 4 5 6 7 8، والعداد تبعي بيروح من 0 ل 7 هاي 8 مرات. بالمرة التاسعة، اوكي، في المرة التاسعة بصير قيمته 8. قيمة 8 هذه تؤدي إلى أنها الخانة هذه يصير فيها 1، وبالتالي سوف يصبح هذا الكونديشن فولس. ما دام أنه راح يصير فولس لن نعمل عملية القفز، وسوف نأتي بعملية الكلير. الكلير بتؤدي إلى تصفير البوينتر، والبوينتر عمالي بستخدمه كإزاحة، لأني قاعد بحطه في الوركينج ريجستر أنا قبل ما أروح أعمل كول، قاعد بحرك البوينتر الى الوركينج ريجستر. اوكي، بعمل كول لتيبل هون، قاعد بحرك البوينتر، بحط البوينتر انا على الوركينج ريجستر. لو بحط البوينتر في الوركينج ريجستر، والوركينج ريجستر يتم اضافته للبروجرام كاونتر، فانا كاني قاعد بقفز، كاني بعمل ازاحه. بلشناها بصفر، بلشنا البوينتر بقيمه صفر، لكن كل مره صرنا نعمل له انكريمنت، احنا ضمن البرنامج تبعنا كل ما بنعمل له انكريمنت بزيد بواحد، فانا قاعد بزيد الازاحه. اول مره كانت الازاحه صفر، اجيت على نو اوبريشن، نو اوبريشن تؤدي لا نثينج، فبروح للانستركشن اللي بعديها ريتيرن، ريتيرن بترجعني للبرنامج، ريتيرن قيمه، القيمة اللي راح يرجعها 2F أول مرة راح تنحط على بورت بي. راح نعمل انكريمنت ونعيد الكرة مرة أخرى، بس هالمرة بصير البوينتر قيمته 1. فالإزاحة راح تصير عندي 1، يعني راح أجي مباشرة إلى الريتيرن، ما راح أروح عنه أوبريشن، راح أجي مباشرة للريتيرن 2F، فبرجع برضه ب 2F، عشان هيك ال 2F عندي تكررت مرتين.
المره اللي بعديها راح ارجع بزير 1 واكو، لانه البوتر قاعد بزيد كل مره بواحد، وبالتالي الازاحه تبعتي اللي بضيفها للبي سي ال بحيث اني اروح الى التيبل وارجع بالقيم هذه قاعده بتتغير مقدار واحد كل مره لغايه ما اصل لاخر قيمه اللي بتكون الازاحه فيها مقدارها 7. لما بصير الازاحه مقدارها 8 في الواقع الخانه هذه بتصير قيمتها 1، وبالتالي برجع مره ثانيه بعمل كلير وبترجع الازاحه مره اخرى 0 من اول ابو جديد. فالبورت بي راح يتكرر عليه هذا الباترن اللي هو 2F2F01 الى اخره، هذا الباترن راح يتكرر بين كل واحد والثاني حوالي 80 ملي سكند، ثم تعاد الباترن مره اخرى باستمرار. وضح المثال يا اخوان؟ تمام واضح. الله يعطيكم العافيه، شكرا للي نبهنا للمشكله. البت بت 3 انا كنت اتكلم عن بت 2 في البدايه. البت 3 هي البت الرابعه. اوكي، البت الرابعه يعني بصير الكانتر قيمته 8. فسوري فور ذيس ميستيك. جل من لا يخطئ. كلنا معرضين للغلط. هيك بنكون انهينا استخدام اللوك اب تيبلز عن طريق الريتيرن. الان از ان اكسرسايز مره ثانيه راح نغير هسه. از ان اكسرسايز يوز ان دايركت ادريسنج باستخدام الاف اس ار، اعد كتابه هذا البرنامج ليقوم بنفس المهمه ويطلع نفس الاوتبوت عن طريق تخزين الداتا هذه في الداتا ميموري. هذه الان مخزنه في البروجرام ميموري لان هي جزء من الانستراكشنز، لكن احنا بدنا نخزنها في الداتا ميموري سموير. ممكن خلينا نرجع على الداتا شيت ونرجع الى الميموري، وخلينا نقول عرف كأنه في عندك مصفوفة روح على الجنرال بيربس هون واعمل لي اري من عند الادرس 20. اوكي، اعمل اري مكونة من 8 عناصر اللي هم العناصر اللي شفناهم قبل شوي او 9 او 7 اللي شفناهم قليل، وخزنهم هنا في الادرس 20 21 22 23 24 25 26 ولغايه 27. اوكي، العناصر اللي بدنا اياها تطلع على بورت بي بنفس الفكره تبعت المثال الموجود في باستخدام الريتير. ال 2F يعني بدي اياها تظهر مرتين، يعني هاي هنت ال 2F تكون مخزنه مرتين في الاري هون. اوكي، الازاحه تبعتك يعني بدل ما يكون في عندي ازاحه استخدم الاف اس ار، والاف اس ار هو اللي تعمل له انكريمنت بحيث انك تطلع الاوتبوت على البورت بي. مفهوم الفكره يا اخوان؟ هلو، استخدموا الاف اس ار كوسيله للوصول للبيانات، يعني استخدم الاندايركت ادرس. نعمل نفس المثال السابق باستخدام الاندارك ادرسي، وارجو منكم انكم تستخدموا الام بي لاب عشان تعملوا له سيموليشن. طيب احنا خلصنا هيك باقي 10 دقائق من الحصه، بتحبوا نبدا في موضوع جديد؟ اذا او في عندكم اسئله ممكن نجاوب عليها. هلو، هل عند اي واحد سؤال؟ هلو، نامت الشباب؟ لا دكتور بس مش جزيل. طيب احنا الموضوع الثاني في المحاضرات اللي عندنا،
احنا اوريدي خلصنا الديليز والسبروتينز اوكي، وتكلمنا عن الريتيرن واللاترال فاليو، وشفنا كم نستخدمها بلوك اب تيبلز، وشفنا الديليز بشكل مكثف كيف نحسب التايم ديلي. الموضوع التالي اللي هو عن الانبوت اوتبوتس في المايكرو كنترولر. والله I'm not inclined اني ابلش في الموضوع في المحاضرة هذه، لذلك سوف انهي المحاضرة ونبدأ في من الاول وجديد الحصة القادمة، يعني باقي 10 دقائق ما راح نلحق نشرح مثل ما بدي عن البورتس. فننهي المحاضرة ان شاء الله، وبكرة نبدأ نتكلم عن البورتس وكيف نبرمج البورتس. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتور. إلا إذا في حدا عنده أي سؤال.